أعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن هناك خطة شاملة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة برئاسة وزير النقل لمناقشة الحساب الختامي والميزانية. هذا وحققت الهيئة فائضا يقدر ب 129 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018، كما تم تنفيذ 93% من الخطط الاستثمارية للهيئة، شملت مشروع تطوير ميناء طابا البري والمرحلة الأولى من تأمين الموانئ.